في الناس ايش لازم تعرفون بالاشياء القانونيه عشان تحافظون على البزنس. انا قاعد اعطيك مثال بسيط بس الفكره قياده الراي، نشر المحتوى، انه يكون بالموقع اشياء تدل على اهتمام الشخص. يعني واحد زار الموقع شاف دراسه او شهادات العملاء وشاف الفيديو حقكم اللي تتكلمون فيه مجانا عن ايش تستفيد الشركات الصغيره من المكاتب القانونيه او المحاماه او المحامين، ايش الخدمات اللي ممكن تستفيد منها كشركه ناشئه بدون ما تخرب ميزانيتك. واحد كذا، اثنين كذا، ايش هي انواع العقود اللي تحتاجها كمؤسس شركه قبل ما تبدا، فكر فيها. واحد اثنين ثلاثه. الان كثير من الناس يبدون يدخلون شركات ويمشون في اطار عمل معين، بعد فتره يلاقون انه عندهم لخبطه قانونيه، طريقه الشراكه ما كانت واضحه، طريقه التخارج ما كانت واضحه، واحد اخوه تحمسوا سووا شركه، بعدين واحد منهم مل من البزنس يبغى يطلع ما يدري شلون، ما كتبوها بالعقد. لا بس انه هذه الاشياء واضحه دائما بالقانون، اذا القانون او الشخص المتخصص بيعطيني الخبره هذه وبيقول لي انه لازم اسوي واحد واثنين وثلاثه واربعه، خلاص الناس ترجع له مباشره. فهذا الجانب مفقود بصناعه الاستشارات القانونيه بالسعوديه، واتوقع انه هذا شيء جميل بالنسبه لك لانه فرصه، يعني عد السوق بلو اوشن، يعني تقدر تلعب على كيفك. يس يس تفضل، احنا 5 دقائق. اوكي حلو تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. ما سلمنا قبل شويه. اولا انا جدا سعيد باللقاء هذا. يعطيك العافيه. باللقاء هذا يعني انا بصفتي الشخصيه انا جاي عشان ابحث عن حلول فعلا لمشاكل. حلو. فدائما اسئلتي دائما تسلط الضوء على مشاكل يعني. رائع جدا، بالعكس استفيدون. عامل الثقه انا اعتبره عامل مهم جدا. حلو. في شركات طبيعه نشاطها من الصعب تبيعه الكترونيا، يعني على سبيل المثال العطور او التجميل او الملابس بالدرجه الاساس، صعب انا اشتري عطر وما شميته، صعب اشتري تجميل مش عارف انا خامته او جودته، صعب اشتري ملابس مش عارف خامتها او المقاسات فعلا هل هي ستاندر او لا. فلذلك عامل الثقه فعلا عامل مهم جدا، كيف انا ارفع من ثقه متجري او من ثقه منتجاتي لعميل جديد لاول مره يشتري منتج. فانا بعمل اجابه صغيره وانت بعدين. حلو بالعكس. يس مره في كثير انت بالقطاع هذا متخصص؟ انا في القطاع. حلو جميل تفضل. ففي بعض قطاعات انا في بعض شركات منافسه يعني تطرح اراء او تجارب او مشاركات او شهادات لناس المفترض مو اي ناس، يعني انا ما اجي اخذ مشهور واقول له تعال انا استخدمت ما شاء الله عليه وحبيته، ما ابدا ما يوكل عيش زي ما يقولوا. انا اجيب ناس متخصصين، على سبيل المثال يمكن البنات اقرب مني في هذا المجال، جويل معروفه اني خبيره تجميل وتعمل ميك اب وكل شيء، فلما اضيفها يطلعونك عجبهم الوضع كمل. فلما اضيفها عندي في المتجر الالكتروني انا متخصص في التجميل، في بعض متاجر تكتب المنتجات التي تفضلها جويل او تستخدمها، فعلا انا كبنت اذا دخلت على الموقع فعلا بترفع الثقه عندها في المنتج حتى لو اول مره تشتريه. فانا تقريبا هذه من بعض الاشياء اللي تعمل ترفع عامل الثقه. ايش الاشياء الثانيه اللي ممكن ترفع عامل الثقه غير مساله ان اجيب واحد متخصص؟ حلو. فعلا مشهور جدا، مش اي مشهور، ومتخصص في المجال. رائع يعني. جدا رائع السؤال. اعطيك مثال بسيط. الحين لما تدخل على اي متجر الكتروني يبيع ملابس زين ازياء، خلينا نقول اجر شكل رخيص، ايسوس مثلا زين، اوكي دخلت تبغى تشتري جينز، لقيت المقاس مكتوب 6 أو 7. طبعا انت ما عمره مر عليك مقاس جينز رقم 7 صح؟ فما تدري ايش السالفه. ايش يحطون لك؟ يحطون جنبك يكتبون لك سايز ايش؟ تشارت. تضغط يقول لك المقاس بالنظام الامريكي كذا، بالنظام الاوروبي كذا. الان ايش سوالي هو؟ الان ريحني، خلاني ايش؟ خلاني افهم ايش السالفه، وقال لي ترى لا احنا وي اندرستاند يو، لا تخاف احنا مقياسنا كذا نظام اوروبي ولا ما اعرف مين، بس ستاندرد ممكن تطبقه عندك، احنا طريقتنا كذا. الان اللي بيصير انه انت كسبت ثقه مباشره انه اوه رهيب والله، حتى ذول بيلبون طلباتنا، فاهمين علينا ايش نبغى. المراجعات هذه مره مهمه، الشهادات اللي تحت
الشهادات اللي هي لما تدخل موقع يطلع لك قفل فوق اللي هي SSL اللي هي شهادات الأمان، هذه مهمة جدا أنها تكون إذا هو موقع إلكتروني في تجارة إلكترونية وتبادل. مهم جدا تحط حق التجارة ذا شو اسمه، موثوق ولا معروف؟ معروف ولا موثوق؟ معروف وموثوق. أوكي، هذا فكرته يعطي للناس ثقة أنك أنت لك مرجعية ومسجل عند التجارة وممكن الواحد يلاقيك لو نصبت عليه، صح؟ صحيح. هذه مهمة جدا. تفضل ياس. حلو. إيه. الحقيقة. يا السلام عليكم. السلام. مرة سمعت واحد مدير تنفيذي هو حق شركة تجميل في فرنسا. حلو. ما أذكر صراحة اسمه ولا اسم الشركة، لكن هو كان يقول إحنا إذا جينا نبيع طيب أو نبيع مكياج، إحنا ما نبيع المكياج ولا نبيع الطيب، إحنا نبيع الأمل. فأنت تصنع عند الناس الأمل إنك إذا شريتي هذا الطيب حتصير ريحتك أجمل، إذا شريتي هذا المكياج راح تصيري أجمل، راح تقعي في الحب، راح تصيري كذا. فأنت هدفك التارجت حقك لما تسوي الماركتينج حق هذا الشيء إنك make hope for people. If you create this hub, لو صنعت هذا الهوب عندهم راح يشتروا for whatever you ask for، فما راح يكون عندهم مشكلة إنهم يسوي له تيست لتجربة، لأنه خلاص هو صار his dream، صار حلمه إن هذا الشيء يمتلكه ويصير عنده أمل إنه يحقق شيء أفضل في حياته معه. فيعني لا تشيل هم من التجربة، شيل هم كيف تصنع الهوب عند الشخص اللي بيشتري. رائع. هو دائما البراند إذا صارت معروفة أو يكون جزء منها الأسبريشن اللي هو الهوب واللايف ستايل وغيرها، الشيء التحدي إذا ما يعرفون البراند أول مرة يشوفونها. yes. فهذا جميل جدا ومهم أن يكون في ريفيو جنب المنتج، يكون في فيديو لأحد مشهور معين. مثال، لما كنا بنوكيا ب 2010 11 12 كنا نجي لصفحة المنتج نجيب أحد سمع بفيصل السيف، تعرفونه صح؟ طيب هذا واحد خبير بإيش؟ بالتقنية. فكنا نعطيه جهاز يسوي له مراجعة اللي هو الريفيو، بعدين ناخذ الفيديو ونضيفه وين؟ جنب المنتج. فأنا جيت ما أعرف الشركة، لكن أعرف هذا أن شخص سعودي متخصص أو شخص مهما كان جنسيته متخصص وخبير بالمجال، وأجيب واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة غيره، الآن يعطي ثقة لمنتجي الموجودة عنده، يثقون فيه الناس لأنه شخص محايد، تنتقل إلى مين؟ إلى منتجي. هذه أحد الطرق، عشان كذا يستخدمون السليبريتي اندورسمنت بالتجميل واللايف ستايل وغيرها. يعطيكم العافية وأتمنى لكم يوم رائع إن شاء الله، واستمتعوا بقية المؤتمر. شكرا عبد الله. أنا استراحة 15 دقيقة كوفي، please grab a bite and we're coming back in 15 minutes for this next session. Thank you.